Hala yela ya be ya baba evde dene hala yela me ya be ya da evde dene hala hemer kab garame bahrak va سكانا بلا ثرى وندى بزين وحيني الله الله شل جاني عندي تمالاوي هالجي وخيانا جاني عندي مالاوي هالجي وخيان تلقى وانا القى بيدالك من يسليني انساني عندك مالاوي هالجي وخيان تلقى وانا القى بدالك من يسليني هلا هالفياض يا ولد والله ما شاء الله هذه عبريسة عبريسة ذي ما شاء الله هذه جنوب عن سامودة حوالي 30 كيلو وغرب عن مشدوبة حوالي 35 أو 38 كيلو وهذه الفيض وادي الأجردي واللي يجي من الطراق من شرق زبه ومعي أبو طلال الخمشي نايف والنعم وأنا محاسيكم محمد بن عايد الدهمشي وأخويانا اللي جالسين بالفيضة الحين أبو فهد عبد الله الخمشي وأبو سامي ملفي العنزي السبيعي والنعم فيهم وخليناهم يشبون النار ويسون القهوة وحنا رقينا بهالمرقاب الحين نسجل ونغني ونحاول نتصل ولا في اتصال هنا كم فيضة يا أبو مشعلي والله هذا الشعيب كله هذا من فيضة الشعيب كله كله فياض ما شاء الله يسمونها برايس وفيها فياض منا وشمال وفي فياض منا وغرب تجي هالشعبان هذه كلها من التيسية كلها هذا شعيب الأجر ذي كله وادي ما الحطب موجود ها كل شيء موجود الحطب عندنا والعشب عندنا والخير إن شاء الله بس ما الله يسر الإنسان البلاد والعباد إن شاء الله يلا نبي ابراج هنا لو في ابراج والله ابراج عاد ما فيه والثريا ما جبنا اخواناه في الرياض مع ان هنا ناصر الموصل اللي ما بها اتصال يا زين لكن وش على صدر زين يا رجال افتكنا من هالقرقعه الله الله اي بالله يلا علومك طب تعلمك نبي ننحر اخويانا ونشوف سماك العشاء بعد اي ما